أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة بتطورات العدوان الصهيوني ومجازر الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة. لنقاش ومتابعة التطورات في القطاع وتبعاتها الإنسانية والصحية كذلك، معي من إسطنبول عبر سكايب الخبير القاروري عبد اللطيف خضر. أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم أستاذ. وسيلتحق بنا لاحقا الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى من قطاع غزة. أبدأ معك عبد اللطيف خضر، ونبدأ بمجزرة مخيم النصيرات. آخر حصيلة تتحدث عن 17 شهيدا على الأقل، بينهم عدد من الأطفال، كذلك مجزرة أخرى في جباليا تحديدا باستهداف مدرسة أبو حسين. ما الواقع الذي يريد الاحتلال أن يصنعه في شمال قطاع غزة؟ يعني مع الأسف هذه جريمة جديدة في سلسلة متواصلة جرائم الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني بمدنيه في مقابل أطفال في قطاع غزة. ما يحدث اليوم ومنذ 22 يوما في شمال قطاع غزة وخاصة في جباليا وبيت لاهيا هي جرائم حرب مكتملة الأوصاف. هي عمليات تهجير، عمليات تجويع، عمليات حصار، وكذلك عمليات إعدام ميداني بدم بارد تجري بحق النساء والأطفال، وكذلك اعتقال للعشرات واختطافهم بشكل غير قانوني وعدم الإفصاح عن أماكن إخفائهم حتى هذه اللحظة. الجريمة الأخيرة التي حصلت وهذا العدوان الغاشم بحق مدارس النازح وخيام النازحين، عندما تسقط عليها هذه القنابل الأمريكية بمئات الأطنان فوق رؤوس هؤلاء المدنيين العزل، لا يمكن أن نسمي هذا سوى بأبشع الجرائم التي شهدتها وتشهدها الإنسانية في العصر الحديث. الحديث الآن يدور عن عشرات الشهداء، منذ 22 يوما نحن نتحدث عن قرابة 300 شهيد والآلاف من الجرحى، وكذلك خروج خدمات الدفاع المدني والخدمات الصحية والمستشفيات بشكل كامل عن الخدمة. نعم. بسبب عدم توفر متطلبات استمرارها في العمل وعدم سماح قوات الاحتلال الإسرائيلي لها بالتحرك وتقديم خدماتها إلى المحتاجين. بالحديث عن هذا تحديدا سيد عبد اللطيف خضر، الدفاع المدني حين يعلن فجر اليوم من غزة توقف الخدمات الإنسانية بشكل كامل في شمال قطاع غزة، إذن كيف سيكون الوضع لآلاف الفلسطينيين في الشمال بعد هذا القرار القسري الذي تحدثت عنه مصالح الدفاع المدني في غزة؟ يعني الوضع الراهن الآن في قطاع غزة هو وضع مأساوي بكل الصور والأوجه. لا يمكن اليوم التحدث أو مجرد الاستمرار في توصيف هذه الوقائع. سنعود إليك مجددا عبد اللطيف خضر الخبير القانوني، كنت معنا من إسطنبول. نعم، ويلتحق بنا الآن عبر الهاتف من غزة الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى. أهلا وسهلا بكم دكتور الدقران. حياكم الله أخي الكريم، حياك لك والجميع. الدفاع المدني في غزة أعلن اليوم رسميا توقف الخدمات الإنسانية بشكل كامل في شمال القطاع في ظل إعدام الاحتلال كل مقدمي الخدمات الإنسانية والصحية. بصفتكم المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، دعنا في صورة شاملة عما تعانيه الطواقم الطبية، وهل بقيت مستشفيات صامدة في وجه عدوان الاحتلال؟ نعم أخي الكريم، بداية الآن جيش الاحتلال يرتكب في المحافظة الوسطى وقام قصف مدرسة في مخيم النصيرات ونادي كذلك في مخيم المغازل بالمحافظة الوسطى، وهذا المكانين هما للنازحين المتواجدين بداخل النادي والمدرسة لعدم وجود أمن وأمين موجودين بالآلاف. راح تحياتها
20 شهيدا واكثر من 60 اصابه، وحقيقه المستشفيات في جميع محافظات قطاع غزه تعاني من وضع كارثي لعدم وجود ادويه ومستلزمات طبيه ووقود، وما زال جيش الاحتلال مستمر في تضييق الخناق وصار على محافظة الشمال، والآن جيش الاحتلال يحاصر مستشفيات شمال قطاع غزة، منها مستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة وكذلك اليمن السعيد، ويمنع الطواقم الإسعاف من التحرك لإنقاذ حياة المصابين، وقام أيضا باستهداف الطواقم الدفاع المدني وأخرجها بالكامل عن الخدمة الصحية، حيث اعتقل عدد كبير منهم وقصف كذلك سيارات الدفاع المدني، وهي السيارة الوحيدة الموجودة في شمال قطاع غزة وكانت تقدم خدمات إنسانية للمواطنين في شمال قطاع غزة. وحقيقة الوضع في شمال قطاع غزة من حيث المنظومة الصحية، جيش الاحتلال يريد إخراج المنظومة الصحية عن الخدمة في شمال قطاع غزة بالكامل، في ذلك بمحاصرة المستشفيات وإطلاق النار على الطواقم الطبية والمرضى، يمنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية ويمنع المواد الغذائية والمياه الشرب. لذلك عدد يعني معظم المواطنين الطواقم الطبية والمرضى في شمال قطاع غزة يعانوا من النقص الكبير في الأغذية والمياه. هنا هي سياسة التجويع يمررها جيش الاحتلال على المواطنين في شمال قطاع غزة ويمنع تضميد المصابين. طيب يعني جيش دكتور الاحتلال الآن في شمال قطاع غزة يستهدف المواطنين، هناك دكتور خليل الدقران المواطنين إن كنت تسمعني، كيف هو الوضع بالنسبة لمستشفى شهداء الأقصى تحديدا، خاصة بعد حرق الاحتلال لخيام النازحين بالمستشفى؟ للحديث عن مستشفى شهداء الأقصى، الوضع مأساوي جدا في جميع مشافي قطاع غزة ومستشفى شهداء الأقصى. الآن المستشفى يعاني من النقص الكبير في الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعداد الإصابات والشهداء تصل منذ صباح هذا اليوم إلى المستشفى، ولا يوجد أماكن لاستقبال مثل أعداد هذه الإصابات التي تصل بشكل يومي، حيث أن هذا المستشفى، مستشفى شهداء الأقصى، هو المستشفى الوحيد الموجود بالمحافظة الوسطى ويقدم خدمات صحية لحوالي 1 مليون نسمة بعد أن ازداد أعداد النازحين الذين أجبرهم جيش الاحتلال بالنزوح إلى هذه المحافظة. نزوح قصري، و لا يوجد أماكن على الإطلاق، وهذه المستشفى لا تفي بحاجة مثل هذه السكان بشكل يومي، والمنازل التي يرتكبها جيش الاحتلال وكذلك الحالات المرضية والأوبئة التي انتشرت لا يوجد لها أماكن في مستشفى شهداء الأقصى، حيث جيش الاحتلال منذ بداية هذا العدوان يخرج معظم المستشفيات عن الخدمات الصحية. والآن طيب قبل أن أواصل معك دكتور خليل الدقران المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، أرحب بسيد فريد الأطرش المحلل السياسي الذي يلتحق بنا الآن عبر سكايب من بيت لحم. أهلا وسهلا بكم دكتور فريد الأطرش. أهلا فيك. طيب أواصل معك دكتور خليل الدقران، ما هي الآليات التي تستخدمونها للتعامل مع ما تبقى من منظومة صحية في شمال القطاع؟ في شمال قطاع غزة جيش الاحتلال يطلق النار على الطواقم الطبية، يعني لا تستطيع يعني سيارات الإسعاف للخروج وإنقاذ حياة المصابين، لأن جيش الاحتلال يقوم بقصف هذه السيارات ويطلق النار على ضباط الإسعاف ويمنعهم الوصول إلى أماكن الإسعاف يقوم بها جيش الاحتلال باستهداف المواطنين، يعني يتركون المواطنين والمصابين تحت الركام ينزفون حتى الموت، وهذا ما يريده جيش الاحتلال. أكثر من 1000 شهيد خلال 20 يوم في شمال قطاع غزة، وأكثر من 3000 إصابة، وأيضا معظم المواطنين هناك جياع، لا يوجد مواد غذائية، لا يوجد مياه لسد رمق هؤلاء الأطفال والنساء، يوجد حليب
الأطفال. الوضع كارثي بمعنى الوضع الكلمة، كارثي. ونحن ناشدنا نعم وصلت جميعا. الصورة دكتور خليل دغران، ربما هل من أرقام وإحصائيات محينة تملكونها أو وصلتكم حول عدد ضحايا الاحتلال في صفوف الطواقم الطبية تحديدا في شمال القطاع؟ نعم، في شمال قطاع غزة حوالي 5 شهداء بينهم أطباء وتمريض استشهدوا في شمال قطاع غزة، هذا كما علمنا، لأن جيش الاحتلال أيضا يمنع وصول، يمنع وسائل الاتصال والتواصل ما بين شمال قطاع غزة وباقي القطاع، وهذا ارتفع حصيلة أعداد الشهداء من الطواقم الطبية منذ بداية هذا العدوان إلى 1055 شهيد من الكوادر الطبية، وأكثر من 4000 مصاب أيضا من الكوادر الطبية أصيب، وجيش الاحتلال اعتقل 312 واستهدف ودمر 133 سيارة إسعاف منذ بداية هذا العدوان، والآن هو يمنع جميع سيارات الإسعاف بالتحرك في شمال قطاع غزة. كما أسلفت، الوضع كارثي جدا في شمال قطاع غزة، ونحن بحاجة يعني الوصول المنظمات الدولية إلى هذه المستشفيات لتوفير الحماية. هذا ما أردت أن أسألك عنه دكتور خليل الدقران. نعم، في هذا الخصوص. بهذا الخصوص دكتور خليل الدقران، كسؤال أخير وقبل أن أرجع لضيفي من إسطنبول وبيت لحم، في ظل هذه الحرب التدميرية المتواصلة في قطاع غزة، ربما ندع لك في الأخير رسالة أو نداء توجهونه للمجتمع الدولي ولمختلف المنظمات والهيئات التي تعمل في المجال الصحي والإغاثي كذلك. أخي الكريم، هناك تقطع في الصوت، معذرة، أرجو إعادة السؤال مرة أخرى لو سمحت. نعم، أدع لك في الأخير ربما رسالة أو نداء توجهونه للمجتمع الدولي والمنظمات التي تعمل في مجال الصحة والإغاثة كذلك. أنا لم أسمع السؤال جيدا، ولكن استمعت إلى منظمات الإغاثة أو كذا، المنظمات الدولية لم تصل إلى هذه المشافة، لم تقف أمام مسؤولياتها، ولا أستغرب من منظمة المنظمة لما تقف المتفرج على ما يحدث في شمال قطاع غزة وفي محافظة قطاع غزة. في هذا الأمر يعني يجب تحرك المنظمات. طيب، أشكرك جزيلا. نعم، أشكرك جزيلا. أشكرك جزيلا دكتور خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، على كل هذه التوضيحات وأيضا الأرقام والإحصائيات التي تفضلت بها، كنت معنا من غزة، أشكرك جزيلا. عودة لضيفي من بيت لحم عبر سكايب المحلل السياسي فريد الأطرش، كنا نستمع إلى شهادة حية من الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى. الوضع كارثي، المستشفيات تعاني، والأطقم الطبية والأطباء في بنك أهداف الاحتلال. كيف ترى المشهد وما يعاني حقيقة الأطباء في وجه هذا الاحتلال؟ يعني بداية، محامي فريد الأطرش، ناشط حقوقي من بيت لحم ومدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية. حقيقة ما نسمعه وما يحدث في قطاع غزة هو يفوق يعني التصور، وجرائم غير مسبوقة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من إبادة ومن حرق ومن اعتقال ومن قتل ومن تهجير قسري. هذه يعني اعتداء على كل يعني ما هو إنساني، وخرق واضح لكل المواثيق و الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف وميثاق روما المؤسس لنظام المحكمة الجنائية الدولية. نحن نتحدث عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب، وجريمة إبادة جماعية مستمرة منذ 7 أكتوبر والعام الماضي ولغاية الآن. وأمام هذا المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، سواء الحقوقية أو الدول أو العالم العربي والإسلامي، و حقيقة نحن نستغرب أخي الكريم أمام كل هذه الجرائم وأمام هذا التجويع وأمام هذا الحصار وأمام هذا الدمار وأمام هذا الحرق وأمام هذه الجرائم المتعمدة للقانون الدولي الإنساني، ولا أحد يحرك ساكن، ولا بالرغم من الاستغاثات وبالرغم من الجرائم الموجودة والموثقة، إلا أنه لا يوجد لغاية الآن تحرك جدي لوقف هذه الجرائم المستمرة
لا يوجد تحرك جدي من أجل محاسبة ومساءلة من يقومون بمثل هذه الجرائم، وأيضا ناهيك عن المواقف الخجولة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المحاكم الدولية، سواء محكمة العدل الدولية التي أصدرت قرارات عبارة عن توصيات لغاية الآن لم ينفذ منها أي قرار من هذه القرارات التوصيات الستة التي طالبت بوقف هذه أعمال الإبادة الجماعية نعم وحق المدنيين، بل بالعكس كل هذه التدابير التي نصت عليها محكمة العدل الدولية، الاحتلال الإسرائيلي زاد من وتيرة إجرامه وانتهاكاته، وأيضا محكمة الجنائية الدولية لغاية الآن لم تصدر مذكرات اعتقال طيب بحق قادة الاحتلال ومجرمي الحرب. لغاية الآن نحن كفلسطينيين نشعر بالخذلان من نعم قبل المجتمع الدولي. أهلنا في قطاع غزة يعني والضحايا ينتظرون الإنصاف، ولا إنصاف لغاية الآن للأسف. لا إنصاف من المجتمع الدولي. أعود لك ضيفي من إسطنبول عبد اللطيف خضر، ضيفنا من بيت لحم، يتحدث عن الخذلان من المجتمع الدولي ولا إنصاف لحد الآن في ميزان القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ماذا يمكن أن نقول وما الواجب القيام به في مثل هكذا حالات؟ نعم، يعني القانون الدولي واضح في تسميته لمجريات الأحداث ولتوصيف جرائم الاحتلال الصهيوني المرتكبة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. القانون الدولي وكافة المحاكم والقرارات الدولية أكدت بشكل متزامن بأن ما يحدث اليوم هي عمليات إبادة جماعية، هي عمليات تنضوي على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب بحق المدنيين والفلسطينيين، وأن كافة العمليات العسكرية الإسرائيلية هي اعتداء على القانون الدولي أولا، وثانيا هي اعتداء على كافة المنظومة الأممية. بذلك يكون التوصيف الدقيق لما يحدث اليوم بأن لا مشكلة في القانون الدولي، ولكن العنصر الحاسم اليوم هي غياب الإرادة السياسية الدولية، غياب الإرادة السياسية العربية وكذلك الأممية وكذلك في كافة المنظومة القائمة عليها في الأمم المتحدة. هذه المنظومة السياسية الدولية هي التي تحول دون تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وكذلك قرارات المحاكم الدولية التي أكدت باستمرار على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي لكل ما يرتكبه من عدوان على الشعب الفلسطيني وعلى نعم المدنيين، والسماح لكافة المنظمات الإنسانية بالتدخل لتخفيف هذه المأساة الإنسانية التي طيب تحدث بحق المدنيين في الأراضي المحتلة. سيد فريد الأطرش، بالحديث عن ما أعلنه الدفاع المدني فجر اليوم في غزة عن توقف الخدمات الإنسانية بشكل كامل في شمال القطاع، المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان يقول إن تعطيل الاحتلال عمل الدفاع المدني هو قرار بإعدام آلاف المصابين والمرضى. كيف ترى المشهد بعد هذا التطور اللافت الذي أعلن عنه الدفاع المدني في غزة؟ يعني لا شك انه الاحتلال الاسرائيلي لا يأبه بأي يعني اتفاقيات ومواثيق دولية ولا بالقانون الدولي الإنساني، وهو ماضي في يعني هذه الإبادة وهذه المحرقة وهذا التجويع، لا يلتفت لأي قانون دولي إنساني، وهو داس على كل القوانين والمنظومة الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وبحماية المدنيين وأيضا بحماية الدفاع المدني، وبالتالي هو لم يبقي أي انتهاك لحقوق الإنسان أو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ولم يرتكبها الاحتلال. نحن حقيقة نقول بشكل واضح أن هناك يعني يجب أن يكون هناك تحرك عاجل من قبل الدول، من قبل العالم العربي والإسلامي، المنظمات الحقوقية، أن يخرجوا عن صمتهم، أن يخرجوا عن مواقفهم الخجولة، أن يخرجوا على مجرد الإدانات. نحن الضحايا الآن بحاجة لمن ينصفهم، لمن يقف إلى جانبهم، لمن يوقف هذا الحرب، لمن يوقف هذه الإبادة وهذه المحرقة وهذا الدمار. وحقيقة هناك معاناة شديدة من خلال نقص الدواء وقصف المستشفيات واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء، لم يبقى هناك أي شيء في قطاع غزة قابل للحياة، وبالتالي
هناك كارثة إنسانية حقيقية، وهناك نكبة حقيقية يواجهها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. يجب أن يكون هناك تدخل عاجل من قبل المجتمع الدولي أمام هذا التهجير القسري وهذه الإبادة الجماعية وهذه المحرقة، وإدخال الطعام وإدخال الدواء وإدخال الماء الصالح للشرب وإدخال يعني البنزين والسولار وكل مواد المحروقات، لأن في قطاع غزة، ويجب إسعاف أهلنا وإنقاذهم، إنقاذ الجرحى. هناك يعني الجرحى بحاجة إلى علاج وبحاجة إلى أدوية وبحاجة إلى مستلزمات طبية، كل ذلك حقيقة هو غير موجود. وبالتالي بالرغم من كل النزاعات التي تخرج من أهلنا في قطاع غزة، إلا أنه لا حياة لمن تنادي حقيقة. وهذا حقيقة يشعرنا بالألم، ويشعرنا بالرعب، ويشعرنا بالخذلان حقيقة من هذه المنظومة التي طالما تنادي بحقوق الإنسان وبحماية حقوق الإنسان وبحماية المدنيين وبحماية المرافق الطبية وبحماية الدفاع المدني وحماية الصحفيين، للأسف لم يعد هناك شيء محرم أمام طائرات الاحتلال وأمام هذا الاحتلال، ونحن نطالب بهذه الحماية بشكل عاجل وبشكل سريع. أعود إليك ضيفي من إسطنبول أستاذ القانون الدولي دكتور عبد اللطيف خضر. ربما أمام هذا الإعلان من الدفاع المدني في غزة عن توقف الخدمات الإنسانية رسميا في شمال القطاع، ما التبعات الصحية والإنسانية المحتملة لواقع صحي أصلا هو بالأساس معطل ومكبل إثر القصف والمجازر المتواصلة؟ يعني بشكل حتمي المنظومة الدولية اليوم باتت أمام يعني تحدي حقيقي، إما أن تكون وإما أن تظل متواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وكذلك الإرادة الأمريكية الداعم الأول لهذا الاحتلال في استمرار العدوان بحق المدنيين والشعب الفلسطيني. الأزمات الإنسانية التي تعاني منها الآن سكان شمال قطاع غزة بشكل خاص، وبشكل أكثر تحديدا في جباليا وفي بيت لاهيا وبيت حانون، هي أزمة إنسانية ينبغي على المنظومة الأممية في الأمم المتحدة وكافة الهيئات التابعة لها المعنية بإيصال المساعدات الإنسانية أن يكون لها موقف أمام عمليات التجويع والقتل والحصار الممنهج بهدف إبادة الشعب الفلسطيني والجنس البشري كافة في تلك المناطق الفلسطينية. ما يحدث اليوم هي عمليات حصار وعمليات تجويع وعمليات قتل دون سابق إنذار عبر القصف لخيام ومدارس إيواء النازحين العزل. العالم أجمع يرى كيف أن هؤلاء المدنيين لا بأس لهم ولا حول ولا قوة، ولا يتدخلون في العمليات العسكرية الجارية. القانون الدولي أيضا جاء واضحا بأن كافة المدنيين الذين يتواجدون في أماكن النزاعات المسلحة ينبغي على كل الأطراف القيام بكل ما يلزم للحيلولة دون أن يحدث لهم أي معاناة. ما يحدث على العكس مباشرة، دولة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف هؤلاء النازحين والمدنيين، تقوم بعملياتها وبالقصف بشكل مباشر لخيام نازحين وكذلك مدارس إيواء وكذلك المستشفيات. جميعنا شاهد ما يتعرض له مستشفى كمال عدوان والطواقم الطبية العاملة به وكذلك طواقم الدفاع المدني التي أعلنت صباح اليوم توقفها عن تقديم كافة الخدمات الإنسانية في الشمال لمنع الاحتلال الإسرائيلي لها من تقديم هذه الخدمات أولا، نعم. وكذلك ما تعرض له من استهداف إلى معداتهم وآلياتهم في أماكن هذه العمليات العسكرية المستمرة بحق الفلسطينيين. طيب أعود إليك سيد فريد الأطرش، وبالحديث عن ما بات يصطلح عليه مخطط الجنرالات 20 يوما ويزيد من الدمار والمجاعة في شمال القطاع، ماذا يريد نتنياهو تحديدا من شمال قطاع غزة برأيك؟ يعني حقيقة نتنياهو يريد أن يسحق أهلنا في قطاع غزة ويقضي على أهلنا في قطاع غزة، لا يريد الفلسطينيين أن يكونوا موجودين في قطاع غزة ولا في الضفة الغربية ولا في مناطق فلسطين المحتلة عام 48. هذا نتنياهو استغل ما حدث في 7 أكتوبر من أجل أن يقضي على الفلسطينيين وأن ينتقم من الفلسطينيين، وبالتالي كل هذه الحرب هي حرب انتقامية، حرب عدوانية، حرب ليست فيها أي أخلاق وأي قيم إنسانية، لا تستهدف
من يحملون السلاح، وإنما تستهدف المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة، والذين لا يحملون السلاح، وحتى من هم يحملون السلاح لا توجد هناك يعني تكافؤ بينهم وبين جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا الجيش الذي يملك الطائرات ويملك السفن الحربية ويملك الجنود المدربة والمعدة بكل أسلحة الأسلحة المتطورة في العالم، وهناك أطنان من المتفجرات التي ألقيت على أهلنا في قطاع غزة، وبالتالي كلها محرمة دوليا ولا يجوز استخدامها، وهناك دعم أمريكي ودعم غربي لهذا الاحتلال، وهذا شراكة يعد نعم. شراكة أيضا في هذا العدوان وفي هذه الجريمة الإبادة الجماعية. وبالتالي نحن نقول أن شعوب العالم يجب أن تتحرك، ويجب أن تقول كفى لهذه الإبادة، وكفى لهذا القتل وهذا التجويع وهذا التهجير القسري وهذا الحرق المتعمد للمواطنين، وهذا النزوح لا يوجد يعني شيء محرم أصبح في قطاع غزة، طيب الأماكن الطبية تم استهدافها وتم تعطيل كافة الخدمات الطبية، وهناك مواطنين وصحفيين بحاجة إلى العلاج وإلى الخروج، لم يسمح الاحتلال لهم بالخروج. نعم هذا هو القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين المدنيين. سنواصل النقاش حول كل هذه التفاصيل سيد فريد الهطرش، كذلك الدكتور عبد اللطيف خضر، تفضل بالبقاء معي لنواصل النقاش بعد فاصل قصير. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة المتواصلة والمتعلقة بجرائم ومجازر الاحتلال الصهيوني المتواصلة في قطاع غزة، وشاركوني دائما في النقاش من بيت لحم عبر سكايب الناشط الحقوقي المحلل السياسي الدكتور فريد الأطرش، أهلا وسهلا بكم مجددا، وكذلك الدكتور عبد اللطيف خضر الأستاذ القانون الدولي من إسطنبول، أهلا وسهلا بكم. أعود إليك مجددا دكتور عبد اللطيف خضر، أراج خلال الساعات الأخيرة حديث في عدد من وسائل الإعلام الصهيونية عن مشروع بناء مستوطنات جديدة في شمال القطاع، هل يدخل هذا في إطار مخطط الجنرالات برأيك؟ يعني لا شك أن الهدف الأساسي والرئيسي التي تنوي به حكومة اليمين الصهيوني التي تتكون أساسا من المستوطنين الصهاينة، هدفها الرئيسي هو العودة مرة أخرى إلى احتلال قطاع غزة وإلى إعادة الاستيطان الذي كان موجودا فيها، ولكن هذا الأمر سوف يواجه بالمقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني في أرضه رغم كافة الجرائم وكافة عمليات الإبادة والقتل العشوائي وهدم المنازل وكذلك المدارس والمستشفيات فوق رؤوس المدنيين، إلى أن الفلسطينيين حتى يومنا هذا لا يزالون صامدين في أرضهم وداخل منازلهم المدمرة، هم أقاموا خياما داخل هذه المنازل وعلى أنقاضها، بالتالي ما يمكن أن يفشل من هذه المشاريع الإسرائيلية والصهيونية هو فقط إرادة الشعب الفلسطيني المستمرة والمتقدة بحبها للبقاء والصمود في أرضها، ولكن بكل تأكيد الهدف الرئيسي من كافة العمليات التي تحدث الآن في الشمال هي تهجير الفلسطينيين وإفراغ الأرض من السكان والمدنيين، ومن ثم العمل على إعادة الاستيطان الصهيوني فيها مرة أخرى. هذه هي خطة الجنرالات، ولكن ما يحدث اليوم على أرض الواقع هي أحداث مختلفة تماما. تواجه القوات الصهيونية بالمقاومة الفلسطينية التي لم تكن الدفاع عن أرضها وشرفها وكرامتها ووطنها، وكذلك صمود ودعم المدنيين الذين لا زالوا يرفضون التهجير ولا زالوا يرفضون إلا البقاء داخل هذه الأماكن. دكتور فريد الأطرش، أمام هذه المجازر المتواصلة في القطاع مشهد آخر أيضا من الصمود الأسطوري الذي يصنعه الشعب الفلسطيني وكذلك المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها، وسؤال موجه إليك دكتور فريد الأطرش. يعني أخي الكريم خلينا نتحدث بصراحة، يعني صحيح شعبنا الفلسطيني صامد في أرضه وما زال يقاوم، ولكن هذه المقاومة هي مقاومة يعني ليست متكافئة مع الاحتلال الإسرائيلي،
وبالتالي يعني ليست بقوة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي نحن نأمل يعني أن تتوقف هذه الحرب وتتوقف هذه الإبادة. يعني الاحتلال الإسرائيلي إذا لم تتوقف هذه الإبادة ولم تتوقف هذه الحرب، فإن الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بكل مخططاته، للأسف سيقوم بالتهجير القسري واستمرار سياسة الأرض المحروقة، وبالتالي نحن نكون أمام كارثة حقيقية. وبالتالي لم يعد هناك مواطنين في الشمال، وحتى في الجنوب من الممكن أن يتم تكرار ما حصل في شمال قطاع غزة في جنوب قطاع غزة. نحن نقول أنه يجب أن يكون هناك تحرك عاجل لإنقاذ المدنيين، لوقف هذه الإبادة، وقف هذا التهجير، وبالتالي على المجتمع أن يتحرك، لأن العالم الذي يتفرج على كل ما يحدث الآن في قطاع غزة، هذا الصمت هو يعد أيضا هو حقيقة شيء مخجل، وشيء يعني لا ندري ماذا نقول في توصيفه، ولكن يجب أن يكون هناك تحرك من كل إنسان يرى هذه المشاهد ولا يتحرك ولا يحرك ساكن. حقيقة نعم، هناك إشكالية كبيرة، وبالتالي نحن نقول أنه يجب إفشال كل هذه المخططات، لأنه حقيقة إذا نجح الاحتلال في القضاء على المقاومة وعلى وفي تهجير المدنيين، سيطال هذا، سيكون له عواقب وخيمة وكبيرة، ليس فقط على قطاع غزة، وإنما على الضفة الغربية وعلى فلسطين في 48، وأيضا على الدول المجاورة. دكتور عبد اللطيف خضر، برأيك إذا بقي بعد عام ويزيد المجتمع الدولي والمنتظم الأممي عاجزا عن وقف مجازر الاحتلال، الكيان إلى أي مدى يمكن أن يواصل مجازره؟ ما الحد الذي يمكن أن يصل إليه فعليا؟ يعني بكل صراحة نقولها، هذا الكيان الإسرائيلي ودولة الاحتلال الصهيوني الغاشمة ليس لها حدود في إرهابها وفي جرائمها، لا يوجد لها أي حد يمكن ألا تتجاوزه في هذه العمليات، الإبادة والقتل الجماعي والتهجير والاستيطان. هذه العمليات المستمرة وكذلك الاحتلال المستمر بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى الآن، كل يوم يفاجئنا هذا الاحتلال الصهيوني والإرهابي بمستوى جديد من الجرائم، بمستوى جديد من مدى الفاشية والعنصرية، وكذلك عدم وجود وعدم مراعاة لكافة المبادئ وكافة الأخلاق وكافة القيم التي يمكن أن تردعه في طريقه إلى تحقيق مآربه في استمرار السيطرة والاستعمار والاستيطان في فلسطين التاريخية. بالتالي العجز التي تعاني منه الآن المنظومة الدولية والأممية، وعجز كافة الدول، وللأسف أيضا وعلى مقدمتها الدول العربية، دول الشرق الأوسط التي باتت تتفرج إن لم تكن داعمة بطريقة أو بأخرى لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إبادتها للشعب الفلسطيني. سوف يأتي يوم وتندم عليه كافة هذه الدول، لأنها كما شاهدنا خلال الأيام والأشهر الماضية، سموتريتش وبن جافير ووزراء الحكومة اليمين الصهيونية أشاروا بشكل واضح بأن حدود كيانهم لن يتوقف عند قطاع غزة ولن ينتهي عند نعم، الضفة الغربية، بل سوف يمتد إلى الأردن وإلى العراق وحتى الفرات وحتى النيل في مصر، والسيطرة على بلاد الشام بشكل كامل، لبنان وسوريا ودمشق، وصولا إلى حدود تركيا. هذه هي الأطماع الصهيونية التي لن تتوقف مع الأسف إن لم يكن هنالك إرادة قوية طيب وفورية من المجتمع الدولي إلى ردع هذا الكيان الغاصب. دكتور فريد الأطرش، إضافة إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق المجتمع الدولي في المقابل، ما المسؤوليات الملقاة على عاتق المنتظم العربي والإسلامي إزاء ما يحدث في غزة من مجازر منذ عام ويزيد؟ وتحدثت قبل قليل عن مواقف خجولة للحظة. والله أخي الكريم، أهلنا في قطاع غزة حقيقة منذ بداية هذه الإبادة وهذه المحرقة وهم يناشدون العرب والمسلمين، يعني وهناك تساؤل، أين العرب والمسلمين؟ هل تبقى هناك عرب ومسلمين؟ هل هناك فعلا عروبة؟ هل فعلا هناك مسلمين؟ يعني حقيقة يجب مراجعة يعني كل هذه المسميات سواء كانت عرب أو مسلمين، لأن حقيقة إذا تركت غزة تسقط، وإذا تركت غزة تباد وتحرق،
والعرب والمسلمين ينظرون إلى معاناة شعبنا في قطاع غزة دون أن يتحركوا من أجل وقف هذه الإبادة ووقف هذه المحرقة، ودون أن يقوموا بفتح يعني المعابر من أجل إدخال على الأقل مساعدات. نحن أهلنا في غزة لا يطلبون أن يحارب العرب والمسلمين معهم، ولكن يطالبون. تخيل بالأمس كان هناك نقص في الأكفان، لا يوجد أكفان في المستشفيات من أجل تكفين الأشخاص الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي بالعشرات وبالمئات، وبالتالي الشهداء هم يعني بحاجة حتى لا يجدون يعني أكفان، ولا يتم دفنهم بشكل يليق بكرامتهم الإنسانية. حقيقة السؤال الكبير، إذا لم يستطع العرب والمسلمين من فتح المعابر والمطالبة بحماية المدنيين، ماذا سيفعل العرب والمسلمين؟ ماذا سيقولون أمام الله عندما يلاقون الله في يوم القيامة؟ ماذا سيقولون لرب العالمين؟ وماذا سيقولون لأجيالهم ولأبنائهم؟ وبالتالي نحن حقيقة نقول أنه يجب أن نخجل على أنفسنا كعرب وكمسلمين، ويجب أن نتحرك من أجل أن نسعى بكل طاقاتنا للضغط لوقف هذه الإبادة وهذه المجزرة وهذه المحرقة المستمرة بشكل يومي. أعود لك دكتور عبد اللطيف خضر، ومن مجازر الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة إلى العدوان المتواصل على لبنان، حيث يواصل الاحتلال عدوانه ليوم 32 تواليا، والليلة الأخيرة وصفت بأنها شهدت تصعيدا هو الأعنف والأكبر منذ بداية العدوان، ب17 غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. ربما كيف تصف الأوضاع الممتدة من غزة إلى لبنان بعد كل ما تحدثنا عنه؟ نعم، هي تأكيد إلى حقيقة راسخة لا يمكن الجدال حولها، حقيقة هذا الكيان الصهيوني الغاشم المستعمر الإرهابي الذي يمارس عدوانه وبطشه في كل مكان. هو يعتدي على الشعب الفلسطيني ويرتكب الجرائم بحقه على مدار العقود الماضية، واليوم هو يعتدي على الشعب اللبناني ومدنيه ويقصف المنازل فوق رؤوس الآمنين، ويعتدي كذلك على أماكن النزوح والمدارس. حتى الدفاع المدني وطواقم الإسعاف والطواقم الصحفية في لبنان أيضا تعرضت إلى القتل والقصف وإلى الإعدام الميداني بدم بارد. هو لم يتوقف عند أيضا لبنان، هو قصف المدنيين في الحديدة في اليمن، هو يقصف شبه يوميا في سوريا، هو يعتدي أيضا على العراق، هو يعتدي على كافة الأمة العربية والإسلامية، لأنه يعلم بأن لا رادع له، بأن كافة المنظومة الأممية اليوم هي باتت عبارة عن منظومة واهية ليس لها أي قيمة، لا يمكن أن تقف له بالمرصاد وأن تحاسبه وأن تلاحق مجرميها. المنظومة اليوم وما يعتريها من ضعف ونقص هي السبب الأول لكافة ما يحدث الآن من مجازر بحق المدنيين وبحق النساء والأطفال والنازحين في لبنان وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي كافة الأماكن التي طالتها يد الغدر الإسرائيلية في هذه الاعتداءات الوحشية. بالتالي وباختصار شديد، ما يحدث اليوم هو استعراض للقوة، قوة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي المدعوم غربيا من أمريكا ومن ألمانيا، هذه الدول التي وبكل بجاحة خرجت قبل أيام المستشارة الألمانية لكي تشير بأنهم مستمرون في تزويد الكيان الصهيوني بالأسلحة وما يلزمهم من قذائف ومن صواريخ، وأن مسألة قتل المدنيين لا تعنيهم، وأن هؤلاء عن المدنيين هم أهداف مشروعة. بالتالي هذه المنظومة الأممية وهذه الدول التي سقطت أخلاقيا هي اليوم سقطت إنسانيا، وليس لها أي مبادئ وأي كرامة لكي تتحدث عن حقوق الإنسان وأن تتغنى بأنها من الدول المتقدمة والتي طيب تتقدم على الدول العربية. دكتور فريد الأطرش، حين يفتح الاحتلال الصهيوني جبهات عديدة للقتال، ألا يتوجس من تبعات اقتصادية تتعلق بالعتاد والعدة فيما تعلق بخسائره الميدانية، أم أن الدعم الذي يتلقاه من الغرب ويعلنه الاحتلال صراحة قد يغنيه عن التساؤل؟
يعني صديقي العزيز، ما يجعل الاحتلال يستمر ويمعن في ارتكاب هذه الإبادة وهذه الجرائم ويتغول على فلسطين والضفة وغزة وأيضا لبنان وباقي المناطق، هو أولا صمت المجتمع الدولي، لا توجد إرادة دولية حقيقية لوقف هذه الإبادة، وأيضا هناك تشجيع ودعم غير محدود للاحتلال سواء بالسلاح أو بالمال أو بالمواقف السياسية في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يقف على يعني قاعدة من القوة، بحيث أنه يستطيع أن يقوم كل هذه الأعمال ولا يوجد من يوقفه ولا يوجد من يردعه، وبالتالي هناك من هو يدعم هذا الاحتلال بالسلاح وبالمال وبالمواقف السياسية، وهذا ما يشجع الاحتلال على استمرار كل هذه الجرائم وكل هذه القوة وكل هذا الاستعراض وهذا الاستقواء وهذا العدوان الذي يمارسه الاحتلال. وبالتالي نحن نقول أن هذه الدول التي تدعم الاحتلال سواء كانت أمريكا أو ألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا أو الدول التي تورطت مع الاحتلال في الإبادة، هي تعد شريكة في مع الاحتلال في ارتكاب هذه الجريمة. وحقيقة أخي الكريم، يعني نحن نقول إن شاء الله يعني تتوقف هذه الحرب، وحتى لم تتوقف هذه الحرب، وحتى لو مهما كانت النتائج سواء كانت النتائج لصالحنا، وإن شاء الله تكون لصالحنا ولصالح غزة ولصالح أهلنا في قطاع غزة ولصالح لبنان، ولكن نقول أن الاحتلال الإسرائيلي وجميع الإسرائيليين وكل من يحمل الجنسية الإسرائيلية لن يعني ينعم بالسلام طالما الفلسطين لم ينعموا في السلام ولن ينعموا بالاستقرار، وسيظل الاحتلال والإسرائيليين موصومين بعد 7 أكتوبر وفي المستقبل إلى أن يشاء الله بهذه الجريمة. هذه جريمة الإبادة الجماعية أكبر الجرائم في تاريخ البشرية وأفظع الجرائم، وبالتالي ستبقى أصابع الاتهام موجهة للإسرائيليين، وستبقى وصمة عار في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لن يمحوها إلا أن يكون هناك يعني نعم، سلام حقيقي، وأن يكون هناك إعادة الحقوق لأصحابها، وستظل هذه الوصمة تلاحق الاحتلال الإسرائيلي وستكلفه ثمنا كبيرا على المستوى الأخلاقي. وحتى لو كان هناك قوي وهناك قوة وهناك سلاح وهناك دعم، ولكن يبقى الاحتلال الإسرائيلي أمام كل العالم الحر وأمام كل الشعوب الحرة أنه يرتكب أبشع الجرائم بحق الإنسانية وبحق يعني البشر، وبالتالي لن تغفر هذه الجرائم بسهولة. نشير إلى آخر حصيلة نقلتها وزارة الصحة اللبنانية خلال الساعات الماضية حول عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان، حيث بلغت الحصيلة إلى 2574 شهيداً و12,000 وجريح واحد منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان. دكتور عبد اللطيف خضر، قصف حزب الله لقاعدة زفولون للصناعات العسكرية، وقبلها كان أيضا هناك قصف لمركز تدريب لواء النخبة جولاني على عمق قرابة 60 كيلومتر في الداخل الصهيوني، وكذلك قصف عدد آخر من المناطق في العمق. برأيك هل هذا هو إذن ببدء المقاومة في لبنان، المرحلة الجديدة والتصاعدية التي توعدت بها خلال قادم الأيام؟ يعني هذا هو حق طبيعي وحق مشروع لهذه الفئات المقاومة وأحزاب المقاومة في كافة الأماكن التي تتعرض إلى العدوان الإسرائيلي، هي تدافع عن نفسها وتدافع عن أرضها وعن شعبها. بالتالي كافة العمليات التي شاهدناها ولا نزال نشاهدها من عمليات تهدف إلى ردع هذا الكيان الإسرائيلي عن التمادي في عدوانه في مقابل المدنيين الآمنين في لبنان وفي بيروت وفي كذلك الضاحية الجنوبية التي تتعرض بشكل شبه يومي إلى تدمير كبير وإلى قصف للبنايات السكنية، وكذلك ما تعرض له فرق الدفاع المدني والإسعاف والطواقم الطبية من اعتداءات إسرائيلية غاشمة. ترى تجد الآن
بأن هنالك من يدافع عنهم. لا شك بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تفهم سوى لغة القوة ولغة القوة فقط، بالتالي لا شيء يمكن أن يردعها وأن يوقفها عن التمادي في هذا العدوان المستمر وشعورها بأنها باتت مهددة، مهددة في أنفسها وفي المستوطنين وفي كذلك أماكن والمصانع الحيوية والرئيسية الهامة لهذا الكيان. وبشكل مؤكد عندما تتعرض القواعد العسكرية إلى الاستهداف المباشر من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية واللبنانية. مرة أخرى يجب أن نذكر بأن ما يحدث الآن هو عمليات دفاع عن النفس يقوم بها اللبنانيون وحزب الله في مواجهة هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي توجت قبل أسبوعين ببدء هجوم وعملية اجتياح بري على الشريط الحدودي في شمال فلسطين المحتلة وجنوب لبنان، وما رافقه من تدمير عشرات المنازل ومسح بعض القرى عن الوجود بشكل كامل بفعل الاعتداءات الإسرائيلية والقصف من الطيران الحربي والمدفعي المتواصل على الشعب وكذلك المدنيين في جنوب لبنان. دكتور فريد الأطرش، صحيفة هارتس أشارت إلى أن دوي صفارات الإنذار في الكيان وإجمالي التحذيرات من الصواريخ والمسيرات منذ 7 أكتوبر بلغ 28581 مرة، منها أكثر من 12000 من لبنان. ما أهمية نقل الحرب والرعب ومشاهد الدمار من فلسطين ولبنان إلى العمق الصهيوني برأيك؟ يعني أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي و يعني سكان دولة الاحتلال الإسرائيلي أو الكيان الإسرائيلي إذا جاز التعبير، يعني إذا شعروا أن هناك يعني ثمن سيتم دفعه نتيجة استمرار هذه الحرب، سيكون هناك ضغط على نتنياهو وعلى حكومة بن غفير، على هذه الحكومة المتطرفة اليمينية التي تسعى إلى عملية تطهير عرقي وتهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. هذا الاحتلال إذا شعر أن هناك أيضا هناك ثمن سيدفعه، سيكون هناك بالتأكيد سيدفع أيضا باتجاه إنهاء هذه الحرب، وقف هذه الحرب بشكل سريع، ونأمل أن يكون هناك حقيقة وقف هذه الحرب بشكل سريع، وقف هذه الإبادة التي يتعرض لها أبناء شعبنا، وحتى لا تستمر هذه المعاناة التي يعاني منها شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بشكل خاص نتيجة كل ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من عدوان ومن إبادة ومن محرقة ومن تجويع. أشكرك جزيلا دكتور فريد الأطرش، الناشط الحقوقي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من بيت لحم. وكذلك أشكرك دكتور عبد اللطيف خضر أستاذ القانون الدولي، كنت معنا من إسطنبول. أشكركما جزيلا ضيفي الكريمين على كل ما تفضلتما به خلال هذه التغطية. أشكركم أيضا مشاهدينا على المتابعة. إلى اللقاء.